شاء الله هنعمل مع بعض قرص الأفران بالسمسم والسكر بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قرص الأفران بالسكر والسمسم بطريقة سهلة جدا واقتصادية. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، عليه رشة ملح صغيرة، قطعة خميرة بيرة أو معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. دي مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. أول حاجة هدوب قطعة الخميرة في المية الدافية وهحط عليها معلقة السكر. هدوبها وهغطيها واسيبها 5 دقايق بس لحد ما الخميرة تتفاعل، وبعدين نكمل مع بعض. دوبت الخميرة كويس، دلوقتي هغطيها واسيبها 5 دقايق تتفاعل، وبعدين بعد ما تتفاعل هنشوف هنعمل ايه. بعد 5 دقايق الخميرة بتاعتي تفاعلت زي ما انتوا شايفين، عملت وش ابيض، معنى كده اللي هي اشتغلت خلاص. نسمي كده ونبدأ. بسم الله. هحط نص كيلو الدقيق اللي عليه رشة الملح، هعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها الخميرة. مش بنزل بالمية كلها، بنزل حبة حبة عشان العجينة بتاعتي تبقى مظبوطة. هضيف معلقتين كبار زيت او ربع كوباية زيت صغيرة، وهكمل عجن لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة في ايدي. عجنت العجينة بتاعتي كويس لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي اهو زي ما انتوا شايفين. هغطيها بكيس واحطها في مكان دافي واسيبها لمدة 2 ساعة لحد ما تخمر. بعد ما تخمر هوريها لكم وانا بشكلها. معايا طبق فيه معلقة دقيق كبيرة وسمسم حمصته، ده سمسم متحمص، لو مش عايزين تحمصوه براحتكم بس بيدي طعم احلى. وطبق فيه مية عشان هحشي القرص بتاعتي بالدقيق وهحط عليه شوية سكر. هحط شوية سكر يبقى ضعف الدقيق عشان الحشوة ما تسحش جوه القرص. وعندي السمسم، هحط على السمسم معلقة كبيرة سكر عشان لما يتحط على وش القرص تحمر بسرعة. نشكل القرص بقى مع بعض. بعد مرور 2 ساعة العجينة بتاعتي خمرت زي ما انتوا شايفين. ههبطها واطلع الهواء منها وهلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. هلفها رول. لفيت العجينة رول اهو زي ما انتوا شايفين. هقطعها قطع متساوية عشان تبقى حجم القرصة كلها قد بعض، الحجم اللي انتوا عايزينه. اهو حلو قوي كده. هكورها، همسكها اعملها زي البقجة
من تحت كده هلمها. المنظر ده هعملهم كلهم كده. خلاص كورت العجينة بتاعتي، هبدأ بأول واحدة هبططها كده، افردها بإيدي زي ما انتوا شايفين، وهحشيها بالسكر والدقيق. عايزين تحشوها قرفة وسكر براحتكم. اهو كده، وهقفل على الحشوة وهكورها تاني. هكورها كده بالمنظر ده، وهمسكها وهي مكورة، هدهن وشها بالمية كده، وبعدين هغمسها في السمسم اللي حمصته وحطيت عليه سكر، وبططها كده وانا بحطها في السمسم. انتوا شايفين بقت مليانة سكر وسمسم، وهرصها في الصاج. هعمل معاك واحدة كمان، همسك الكورة هبططها كده بإيدي، افردها خالص، بحشيها بالسكر والدقيق. وبالمنظر ده بقفل على الحشوة كده، بكورها تاني. بمسكها بدهن وشها بالمية، بدهنها بالمية كده، وبعدين بغمسها في السمسم والسكر وببططها بإيدي. شايفين هرصها في الصاج وخلص الكمية اللي معايا، وبعدين هوريها لكم. اهي القرص بتاعتي بعد ما خلصتها، بصوا شكلها جميل ازاي. هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن. هسيبها دلوقتي وانا بدخلها الفرن هوريها لكم. القرص بتاعتي بعد ما ارتاحت ربع ساعة هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، اول ما تحمر هطلعها على طول. اهو يا حبايب قلبي القرص بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما احمر وشها واستوت زي ما انتوا شايفين. بصوا السوا بتاعها مظبوط جدا. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.